עדיין בתוך שטח שיפוט של סכנין. לפעמים אנחנו מתחילים פה ללכת ברגל, אנחנו יוצאים בתוך הלחץ שנמצא בתוך היישוב, לנשום אוויר ונדהמים לראות ערימות של זבל. אכרם זבידאת, נפגשתם בכתב רואה אסם סחה בלבלבילי. موضوع هذا مهم جدا انه نشتغل عليه بالتعاون احنا وانتم مع وحده البيئه اداره الدكتور حسين طلبي. اليوم احنا بنواجه مشاكل كثيره لكب النفايات حوالين البلد بشكل عام وبشكل خاص. هلا بسخنين فيش مخرج من البلد الا ما تكون نحكي نفايات. انا بشكل شخصي كثير مبسوط انه احنا في عندنا هاي المبادرات. بالعين حنقدر نعلم غاد جغرافيا وعلوم وبيئة وطبق نعمل أبحاث. إيش بدنا نفيد إحنا؟ إحنا بدنا نفيد. مش حسب بيولوجيا ولا حسب كيمياء. في من الموجود تبعنا فايدة. لذلك راح نستعمل فيها أخرى شغلة. يعني شنو إحنا بس نتعلم علوم؟ مشغول يكون فيها شيء التكنولوجيا. دمج التكنولوجيا اللي موجودة اليوم. هي تكنولوجيا موجودة اليوم. في عندنا طبعا رحفان، رح نستعمل رحفانين. أنا نسيلي لعذر للتلاميذ بكل ما شو كشور للتكنولوجيا، للتصميم، للروبوتيكا، لجام للرحفانين، لعبيد التمنوت وجام للسيرتونين وكل الدواري ما إلي. رح تساعدوا مع وحدة البيئة سخنين إن يوجهوكم نبدأ نشتغل مع بعض. الشيء اللي تشتغلوها إحنا وياكم مع بعض اكتسبتنا جسم واحد. نعم احنا منسعدين ومستعدين لكل شيء بيطلبوه مننا. في انا ومعاي اخرى مفتشين للبيئه، الاخ محمود سيد احمد والاخ فادي بدارني، اللي مستعدين كمان على حساب وقتنا الخاص انه نساعد الطلاب لانجاح مشروعا هالشكل اللي يخدم البلد والمنطقه باكملها.